رمضان اللي فات الجمهور اتفاجئ بدورك في مسلسل بين السماء والارض. انت كنت عامل دور مختلف تماما عن اللي احنا متعودين بقى محمد صبري. مفيش كوميدي بقى والحاجه، لا ده دور مجعلص. كآبة فوريفر وكابتن فعلا. بس ده دليل ان انت اديت الدور بمنتهى الصدق. فاحكي لي حضرت الشخصيه دي ازاي. بصي انا جلاله ابو الوفا في بين السماء والارض لما اتعرض عليا اتخضيت لسبب واحد، لان هي شخصيه مركبه جدا، اولا غير اللي انا عملته خالص قبل كده. خوف طبعا بالمقارنه ما بيني وبين استاذ طبعا عبد المنعم ابراهيم، ده عملاق كبير جدا واستاذ كبير جدا على دماغنا، بس اكيد هيحصل وجه المقارنه لان هو المسلسل متاخد من الروايه ذات نفسها، فالفيلم متاخد برده من الروايه فبين السماء والارض، فهيحصل ان هو هيقارن بالمجنون بتاع الاسانسير. فلما جيت قعدت مع مندو كلمت معاه ان هو يطلع حتى مختلف عن الفيلم، وفعلا لما جيت قريت الورق لقيت ان هو الفيلم مختلف تماما عن المسلسل، وبالتالي الشخصيات بتاعته اللي موجوده فيها شويه من المعاصره، شويه من الابديتنج بتاع الحياه اللي احنا قاعدين فيها. وابتدى ان هو جلاله ابو الوفا يبقى له زي تاريخ او زي هيستوري ما بين ان هو كان ذكي ذكاء لحد العبقريه، وبعد كده جن الجنون لحد الهبل، فالنقله ما بين دي ودي ذات نفسها كمان. ولو كان في مشهد تحديدا الناس كلها اتكلمت عنه بصراحه كان رائع يعني، بس ما كنتش خايف من ردود الافعال قبل ما تبتدي تصوير الفيلم؟ يعني الناس متعوده محمد صبري كوميديان بيضحكنا دايما، فما كنتش قلقان ان ممكن يتقبلوني مش هيتقبلوني، ولا كنت حاسس لا الشخصيه دي انا عايز اعملها انا هعرف اطلعها بطريقه معينه وداخل ايه واثق وعارف ان هو ده الصح؟ بص الدور جلال ابو الوفا ده عموما هو استفزني فنيا اللي انا اعمله، لان هو شخصيه جديده عليا اساسا ما عملتهاش قبل كده خالص. الشخصيه فعلا سريه عندها ماستر سينز كتير جدا موجوده، فبالتالي استفزتني فنيا اللي انا اعملها او اللي انا احاول فيها، والحمد لله يعني لقت قبول عند الناس الحمد لله نجحت يعني. الحمد لله. يا ترى ده معناه هنشوفك في حاجات دراميه وتراجيدي اكتر ولا بصراحه؟ يمكن هتبتدي تدخل بقى السكه دي وتبعد عن الكوميديا. لا يعني ممكن ارقص سنه وارجع تاني، بس هو انا بالنسبه لي الكوميديا يعني هي الاساس، ملعبي والارتجال مذهبي زي ما بيقولوا. احلى حاجه، احلى حاجه بقى. هنشوفك في ايه بقى الفتره الجايه؟ ايه اللي بتجهز له لسه وبتفكر؟ الفتره اللي جايه بنكمل فيلم المفروض تماسيح النيل، وفي فيلم دماغ عاليه، دول لسه بنكمل فيهم المفروض يعني في التصوير بتاعهم يعني ان شاء الله.